السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة مع بعض المحاضرة رقم 2 في المحاضرات الخاصة بمادة الإنشاء المعماري اللي هي بتتكلم على أنظمة الإنشاء التقليدية أو الـ conventional construction systems. نفتكر مع بعض سريعا في المحاضرة الأولانية احنا كنا بدأنا نتعرف على المفاهيم العامة اللي هيتم تناولها في هذا المقرر، وكمان اتكلمنا على بعض من المصطلحات وعلى المين structural concept of the conventional construction systems. فهمنا ايه المقصود اساسا بكلمة conventional construction systems، فهمنا الكونسبت الانشائي العام الخاص بيها، وفهمنا أيضا ماهية علم الإنشاء المعماري وأهميته، وعرفنا لغة الرسم اللي احنا هنبتدي نتعامل بيها من خلال هذا العلم أو هذا المقرر. ايه اللي النهارده هنتكلم عليه؟ هنتكلم على 6 نقاط اساسيه. هنبتدي نتكلم على what is the main concept of the load bearing walls. احنا هنتكلم المره دي على load bearing walls بالذات، هي اللي هنتكلم عليها ونشرحها في المحاضره الحاليه. هنتكلم على الكونستراكشن سيستم اللي هو اسمه load bearing walls او الحوائط الناقله للاحمال، بدايته الاصليه كنظام انشائي بدات ازاي وازاي تطورت الى ما وصلنا اليه حاليا. هنتكلم كمان على العلاقه ما بين نظام الانشاء بالحوائط الحامله وما يعرف باسم عماره الارض او الايرث كونستراكشن او السستينبل كونستراكشن اللي هي العماره المستدامه والانظمه الانشائيه الشائعه الاستخدام في هذا النوع من العمل المعماري. هنتكلم على ما يعرف باسم أربطة الطوب أو البريك بونز، هنعرف ليه بنحتاج البريك بونز وإيه السبب الحاجة إليها، وهنبتدي نعرف بعض من أنواع أربطة الطوب. هنتعرف أكتر على وحدة البناء الصغرى في هذا النظام وهي الطوبة، وحدة الطوب نفسها البريك، هنبتدي نتعرف عليها بصورة أكبر، وهنعرف بعض المصطلحات والسايت جارجون المرتبطة بيها. ثم في النهاية هنختم بإزاي نقدر نعمل حسابات تقريبية لحساب الفاونديشن سايز أو أبعاد أو مقاييس الأساسات التي تستخدم في هذا النوع من الإنشاء. رقم 1، هنبتدي نتكلم على الكونسبت الستراكشر كونسبت اوف ذا لود بيرنج وولز. لو جينا نتكلم على الستراكشر كونسبت بتاع اللود بيرنج وولز، هنقول ان احنا في الاساس زي ما شرحنا المره القادمه بنتكلم على نظام انشائي بيعتمد في الاساس على الحوائط في نقل الاحمال اللي بتيجي على الاسقف أو على الأرضيات. فالحمل اللي هيجي على السقف دون، لو واحد مثلا على سبيل المثال طلع واقف على السطح النهائي، أو هنا مثلا جوه الفراغ الداخلي ده في فرش وفي ناس واقفين، فحملهم بينزل على العنصر الإنشائي الأفقي اللي اسمه بلاطة السقف أو الأرضية، والعنصر الإنشائي الأفقي المستوي ده بياخد الأحمال دي كلها وعايز ينقلها للناتشرال إيرث أو الأرض النهائية، فبيستغل وجود الحوائط، وبتقوم الحوائط دي هي اللي بتنقل الأحمال إلى أن تصل في النهاية إلى الأرض النهائية أو الأرض الطبيعية اللي هي الناتشرال إيرث. فالأحمال اللي هتيجي على السقف اللي فوق هتنتقل للحوائط هنا، والحوائط دي هتنقل، مش بتنقل للسقف، لا بتنقل للحوائط اللي تحتيها. أول معلومة كده مهمة نعرفها، إن كل حائط ناقل للأحمال في أي طابق لازم بالضرورة يكون تحتيه حائط آخر عشان يستلم الحمل منه وياخده يبتدي ينزله على الناتشرال إيرث النهائية اللي موجودة تحت.
ده سكيماتيك بنوضح بيه الفكره اللي كنا لسه بنشرحها. ادي عندي السطح الافقي المستوي. هذا السطح الافقي المستوي بيتم تحميله بنوعين من الاحمال، احمال تعرف باسم الاحمال الحيه واحمال تعرف باسم الاحمال الميته، life load and dead load. ايه بقى الاحمال الحيه والاحمال الميته دي؟ الحقيقة أن مفهوم كلمة الحمل الحي أو اللايف لود هو كل حمل هيجي على السقف ده أو على البلاطة دي أو على الأرضية دي ويكون بيحصل تغير إما في قيمته وإما في مكان تأثيره. يعني إيه؟ على سبيل المثال في 10 أفراد كانوا واقفين في أماكن مختلفة على هذا السطح، فجالي شخص واقف في الحتة دي كده هو وشخص تاني واقف في الحتة دي وثلاث أشخاص واقفين مع بعض في الحتة دي وهكذا، تمام؟ فكل جزء من السقف معرض لنوع معين من معرض لكميه معينه. هنا في 3 أشخاص واقفين، هنا في شخص واحد اللي واقف، شخص واحد اللي واقف، فالحمل له قيمة معينة اللي هو وزن الشخص وله مكان تركيز معين. بعد شوية غيروا أماكنهم، اتحركوا، العشرة اتجمعوا في مكان واحد أو الاتنين منهم بدل ما كانوا واقفين بعيد راحوا انضموا للتلاتة دول، فقيمة الحمل اتغيرت، بقى أصبح بدل ما كان وزن 3 أشخاص أصبح وزن 5 أشخاص. وأيضا في الحتة التانية اللي كان واقف فيها الشخص ده قيمة الحمل برضو اتغيرت، كان في شخص تحول إلى 0، مفيش أشخاص واقفة وبالتالي مفيش حمل جاي من أشخاص، فده حمل غير، تغير قيمته وتغير مكان تأثيره. نفس الكلام بينطبق على إيه؟ نفس الكلام بينطبق على الفرش. الفرش النهاردة انت فارش الصالون في الحتة دي، ممكن تقولي بس انا الفرش ما بغيروش الا كل 2 3 شهور، ما فيش مشكلة، ممكن تبقى 2 3 سنين كمان، ما فيش قضية خالص، بس تقدر في اي لحظة تيجي تقول، محدش هيجبرك ولا يقولك لا ما ينفعش تعمل كده، تيجي تقول انا هغير احط مكان الصالون هحط السفرة ومكان السفرة هحط الصالون. It's up to you. مكان من حريتك الشخصية تماما انك انت تبيع الكنبة اللي عندك وتجيب مكانها 3 كراسي وتغير الأماكن بتاعت الكراسي and so on. فالفرشة أيضا من ضمن أنواع الأحمال التي تسمى إن هي life loads وليس dead loads، أو الأحمال الحية وليست الأحمال الميتة. يبقى الأحمال الحية هي إيه؟ هي كل نوع من أنواع الأحمال قابل لإن هو يغير مكان تأثيره أو يغير قيمته، تمام؟ طيب إيه بقى الأحمال الميتة؟ هي على العكس من الأحمال الحية، هي أحمال وانس إن المبنى اتنفذ فمكان تأثيرها وقيمتها لا يتغير إطلاقا. بمعنى إن سيادتك لو جيت قلت حطيت على الأرضية دي فلور تايلز عبارة عن رمل ومونة وبلاط، وزي ما هنعرف فيما هو آت إيه أنواع أو طرق تنفيذ البلاط، بس أكيد كلنا شفنا مثلا مبلط السيراميك وهو بيبلط السيراميك بيحط طبقة رمل ويحط فوقها مونة الأسمنت ثم يحط السيراميك نفسه. وانس انك اتحط تنفذ دوم، من ساعة ما تنفذ إلى ما شاء الله بيدنه ثابت، وحتى لما هتكسره وتجيب مكانه أرضيات تانية فهي أرضيات بنفس القيمة. السقف ده في حد ذاته اللي متنفذ whatever material التنفيذ هي إيه، السقف ده في حد ذاته له وزن، الوزن بتاعه بينزل على الحوائط، وزنه ما بيتغيرش ولا بيغير مكانه ولا بيغير قيمته. فالأحمال الميتة هي كل أحمال وانس إن هي اتحطت على المبنى فهي أحمال قيمتها ثابتة ومكان تأثيرها ثابت ولا يتغير بمرور الزمن. يبقى كنا بنقول إن في الأحمال اللي هتيجي على السقف دون أو الأرضية دي سواء كانت أحمال حية أو كانت أحمال ميتة، عندما تؤثر على السقف فهي تنتقل إلى الحوائط السفلية، والحوائط هي اللي بتاخد الحمل دون وتنقله في النهاية للناتشرال إيرث اللي موجودة ومرتكز عليها هذه الحوائط.
لما نفتكر مع بعض الكلام ده قلناه المره اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت، ايه هي المين اليمنتس اللي بتكون هذا النظام الانشائي؟ هنفتكر ان احنا قلنا عندي في حاجه اسمها الهوريزونتال فلورنج او روفنج سيستم، اللي هو يمثل الفلور او الارضيه، تمام، او السقف، تمام. عندي ما الحوائط نفسها، عندي الاساسات، وقلنا ان الاساسات دي هي العنصر اللي بترتكز عليه الحوائط في النهايه قبل ما تصل الى الارض. ايه الدور اللي بتلعبه الاساسات او ايه لازمتها؟ هنتكلم على الدور اللي بتلعبه الاساسات والفانكشن بتاعها بالتفصيل في محاضره لاحقه، لكن حاليا نقدر نقول ان هي عنصر بيتولى توزيع الاحمال على مسطح اكبر من الناتشرال ايرث، لان المساحه بتاعه قاعده الحائط نفسها رفيعه، زي ما احنا شايفين هنا قمه الحائط زيها قاعده الحائط تحت، تمام. فالمساحه اللي بيرتكز الحائط عليها لو نزل مباشره بدون وجود الاساسات، لو نزل مباشره على الناتشرال ايرث، بتبقى مساحه صغيره جدا. عشان اكبرها بستخدم الاساسات عشان اوسع المساحه اللي بيتم توزيع الاحمال عليها. لازمة الكلام ده ايه وعدم فعله يؤدي الى ايه، كل ده هنعرفه بالتفصيل في محاضرة لاحقة. طيب الفاونديشن قيمتها وحساباتها والحاجات كتيرة بتتدخل في، يعني تبقى قد ايه، هنتكلم عليها ببعض التفصيل في اخر المحاضرة ان شاء الله. ولكن نقطة مهمة جدا لازم نعرفها دلوقتي كويس، وهنتكلم عليها مور ديتيلز بعد كده، هي ما يعرف باسم السويل بيرنج كاباسيتي. ايه السويل بيرنج كاباسيتي دي، او قدره التربه على تحمل الاحمال؟ هو قيمه عباره عن، بتعرف بالكيلوغرام على السنتيمتر المربع، يعني اقصى، يعني قيمه ضغط كيلوغرام على السنتيمتر المربع. قيمه الضغط دي بتمثل أكبر قيمة تستحملها التربة من غير ما تتعرض للانضغاط. يعني إيه؟ يعني لو قلت إن أنا عندي السويل بيرنج كاباسيتي أو قدرة التربة على التحمل في منطقة ما هي على سبيل المثال كيلو جرام على السنتيمتر المربع، يبقى لو خدت 1 سنتيمتر بس من الأرض دي، رسمت 1 سنتيمتر، والواحد سنتيمتر ده نزلت عليه حمل مقداره كيلو جرام على السنتيمتر مقداره كيلو جرام أو أقل من كيلو جرام، فهيسبب ضغط مقداره 1 كيلو جرام أو أقل على السنتيمتر المربع. الحمل ده هيدنه في مكانه، مش هيحصل أي تأثير بسببه للتربة. لكن لو زودت الحمل ده، خليته بدل ما هو كيلو، خليته على سبيل المثال كيلو وربع، أصبح السنتيمتر الواحد متحمل بكيلو وربع، اللي هيحصل إن التربة هتنضغط، وبالتالي الحمل ده هيروح يعمل ما يعرف باسم هبوط في التربة أو السيتلمنت، أو إن المبنى أو الحمل يغرز في التربة. الكلام ده هو عبارة عن مقدمة سريعة ومبدئية لمفهوم السويل بيرنج كاباسيتي، وزي ما قلنا هنتكلم عليها بطريقة أكثر تفصيلا في المحاضرات اللاحقة. لما نيجي نتكلم على النقطة الثانية، وهي الحديث عن نظام الإنشاء باستخدام الحوائط الحاملة في العموم، إزاي إن هو تطور، وإزاي إن هو ظهر في البداية ثم تطور إلى أن وصل في النهاية إلى الشكل اللي إحنا عارفينه دلوقتي، هنشوف الكلام ده فيما هو آت. طيب لما نيجي نتكلم على نظام الإنشاء باستخدام الحوائط الحاملة، إزاي نشأ في البداية وإزاي تطور،
الحقيقة إن بدايته كانت مع بداية الإنسان، بداية الإنسان على وجه الأرض في العموم. لو بصينا نظرة سريعة جدا كده على ما تقول كتب التاريخ في تطور وجود الإنسان على الأرض، هنلاقي إن إحنا الإنسان في بداية وجوده اشتغل في الأساس بحرفة الصيد، كان بيصطاد الحيوانات ويحيا على إنه هو يأكل منها ويأكلها، يعني يأكل لحومها وجلدها يستخدمه في اللبس، وكان بياخد النباتات اللي طالعه في على الاشجار ويبتدي ياكلها دون اي تدخل منه بعمليه زراعه او خلافه، لانه ما كانش يعرف هذا الاختراع. في الوقت ده الانسان كان بيكفيه ان هو يلجأ الى الكهوف في الجبال عشان يسكن فيها وتقي من خطر الحيوانات المفترسة، وتقي أيضا من العوامل الجوية زي الأمطار وحرارة الشمس أو برودة الشتاء. بعد كده البني آدم اكتشف حاجة اسمها حيوانات المرعى، اكتشف أن هناك بعض من الحيوانات الأليفة التي يمكن استئنسها وتربيتها والتعايش معها، بل وأيضا الاستفادة من لحومها ومن ألبانها. فعشان كده بدأ البني آدم يعمل بحرفة الرعي. حرفة الرعي لها متطلبات أخرى، ما ينفعش أخد الحيوانات بتاعتي حتى لو كان خروفين ثلاثة، ما ينفعش ان انا اخدهم واطلع بيهم على كهف فوق الجبل، وبالتالي وكمان ما ينفعش ان انا اسيبهم تحت لان ده بدون حراسة، لان ده هيتسبب في ان هم معرضين ان هم يتاكلوا من الحيوانات المفترسة. فكان اصبح لزاما على البني ادم انه ينزل من الكهف ويعيش تحت في مكان اقامة الحيوانات اللي هي المرعى. تمام؟ طيب، وبالتالي بدأ يدور على شيلتر يقدر يكونه تحت أو يبنيه بقى بالمفهوم اللي احنا نعرفه عن البناء، عشان يقدر يحميه من العوامل الجوية على الأقل. طيب الشيلتر ده كان فيه يعني كان طبيعة صناعة الرعي أو حرفة الرعي إن البني آدم بينتقل من مكان لآخر كل شوية كل فترة، ليه؟ نتيجة إن الحيوانات بتخلص الحشائش اللي في المرعى، فبالتالي بيضطر ينتقل إلى مرعى آخر ومكان آخر. طيب عشان كده ما كانش البني آدم عايز يبذل مجهود شديد أو وقت كتير في عملية بناء الشلتر بتاعه ده أو المأوى بتاعه، وياريت يبقى عنده الفرصة إنه لو يقدر يفكه وينقله معاه يبقى شيء كويس. فعشان كده لجأ إلى ما يعرف حاليا باسم اللايت ستراكشر سيستمز، بدأ يستخدم مثلا عيدان البوص عشان يعمل بيها أكواخ، بدأ يستخدم التكستايلز أو يستخدم الجلود بتاعة الحيوانات عشان يعمل بيها التنت ستراكشر وما شابهه وهكذا. وبالتالي ده كان تطور برضو من نوع تطور أو بداية ظهور لنوع من أنواع الإنشاء. بعد شوية تطور الحرفة اللي بيستخدمها البني اللي بينتهنها الإنسان، إنه لقى إن في حاجة اسمها الزراعة، عرف إن هناك عملية زرع لبعض البذور تؤدي إلى نباتات تثمر بعد شوية، فبدأ يعمل بهذه الحرفة. احتياجات الحرفة دي مختلفة تماما عن احتياجات حرفة الرعي، هي بالعكس هي محتاجة ديمومة في المكان، إقامة دائمة في المكان، لأن مصدر المياه اللي أنا ببقى قاعد جنبه غالبا ما بيخلص سواء كان نهر أو كان عين مياه، وكمان أنا محتاج وقت جنب الأرض اللي أنا زرعتها أحط فيها البذور بتاعتي إنها تبتدي تنبت وهكذا. فبدأ يفكر في ديمومة الشلتر اللي بيبنيه، أو إن هو يبقى يستحمل العوامل الجوية المختلفة، يبقى متين، يبقى ما يبقاش محتاج إنه ينقله كل شوية وهكذا. بدأ يبص حواليه، لاحظ حاجة كانت لفتت انتباهه، إن الأرض الطينية أو الأرض اللي واقف عليها لما بينزل عليها المية بتتحول إلى لوم أو مض أو تربة ذات قوام إلاستيك سهل التشكيل، وبعد كده لما بتنشف بتتحول إلى كتل متحجرة أو ناشفة جدا، بيبذل مجهود كبير عشان يكسرها. فقال طب ليه لأ إن أنا أبتدي أتعامل مع التربة دي وأبتدي أستخدمها كوسيلة أو كماتيريال أبني بيها الشلتر بتاعي. من هنا كانت البداية بتاعة الطرق اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، والصور اللي احنا هنشوفها والفيديوهات اللي افرجكوا عليها، الحقيقة ان هي كلها لتجارب حقيقية
حديثة بيتم العمل فيها على هذه الأنظمة الإنشائية اللي هي رغم إن هي قديمة قدم البني آدم نفسه، ولكن حديثاً، وحديثاً دي مقصود بها من سبعينات القرن العشرين، إن العلماء بدأوا يحاولوا يطوروا الأنظمة الإنشائية دي عشان يشتغلوا عليها، لأن لقوها إن هي الأكثر توائماً مع البيئة والأقل ضرراً للبيئة، لأنها من التربة نفسها اللي احنا واقفين عليها. وبالتالي يوم لما بحب إن أنا أهدم البيت مثلاً أو أعمل أي حاجة من دي، المخلفات بتاعة البناء أو المخلفات بتاعة الهب لا تضر التربة أو لا تضر الأرض، وبالتالي بيتقال عليها إن هي إيكو فريندلي أو صديقة للبيئة. أنا مش حقيقة مش هنتطرق كثيرا لطرق البناء دي، أنا بس هتكلم عليها ومسمياتها الأصلية، وبعدين هبقى أنزل يعني أعرض لكم مجموعة من الفيديوهات كل واحد فيهم بيتكلم على في عجالة على طريقة من الطرق دي، وبالتالي هتبقى قادر تعرف هو عملية التطور دي حصلت إزاي، وكل نوع من الأنواع دي بيتم إزاي. حقيقة بداية الأمر خالص كانت من خلال الويت لوم أو الطمي، وكان بيتم تكويره في كور كده، ويتم رص الكور دي جنب بعضها زي ما بنلعب بالصلصال كده تقريبا على شكل الفراغ اللي احنا عايزينه، وده كان وسيلة بناء الحوائط. ثم بعد كده يتم وضع قديما يعني كان يتم وضع جذوع الأشجار أو جريد النخيل عشان نغطي بيه السقف، والسقف برضو كان يتغطى بنفس الطمي ده مرة أخرى عشان يبقى سقف غير منفذ للمياه. بعد كده تطور الأمر للراند ايرث ووركس أو البناء بالطوف، والبناء بالطوف ده هو برضو معتمد على التربة، ولكن التربة المرة دي كان بيتم دكها في شدات خشبية، الشدة الخشبية تمثل شكل الحائط، ويتم دمج التربة دي داخل هذه الشدات بطريقة معينة وبكمبوننتس معينة كلها من كمبوننتس طبيعية عشان نحصل في النهاية على ما يعرف باسم الرامد ايرث وورك أو الرامد وول أو الحائط المدكوك. اتطور الأمر مرة تانية للإيرثن بلوكس، ويمكن ده أقرب حاجة على ذهننا اللي هي المباني بالطوب اللبن اللي بيتبني بالأرياف في الأرياف عندنا في مصر، أو الإيرثن بلوكس، والأنواع الحديثة منه اسمها كومبرست إيرث بلوكس أو بيتقال عليها CEB. وثم بعد كده اكتشف تأثير ان الايرثن بلوكس دي او الرو بريك برضو بيتقال عليها الطوب الناي، لما يدخل جوه افران ويتم حرقه يتحول الى فخار، وده بيزود جدا قدرته على نقل الاحمال وتحمله. وده بيأثر ازاي؟ بيأثر ان على سبيل المثال لو كان عندي حيطة، انا لو كان عندي حمل فلنفترض ان هو 10 كيلو عايز انقله بحائط من الطوب اللبن او الايرثن بلوكس، ولكنه نط كومبرست من الايرثن بلوكس، لقوا مثلا، انا بدي مثال، لقوا مثلا ان انا محتاج ان الحيطة دي يبقى السمك بتاعها حوالي 40 سنتي، لقوا نفس ال 10 كيلو، كل الارقام دي ليست حقيقية ولكن لتقريب الصورة اليكم، لقوا ان نفس ال 10 كيلو ونفس الطوبة دي اللي هي الايرثن بلوك لو دخلت جوه الفرن واتحرقت عند درجات حرارة عالية جدا فتحولت الى فخار، اقدر اخلي الحائط بدل ما السمك بتاعه 40 سنتي يبقى السمك بتاعه 20 سنتي فقط او 25 سنتي. طبعا ده تقليل كبير في السمك، بيعني توفير في الخامة وبيعني تقليل في النفقات، ولكنه بيتسبب في زيادة في النفقات مرة أخرى من خلال الطاقة المهدرة في حرق هذا النوع من الطوب. عشان كده حديثا في طرق أخرى لتنفيذ مثل هذا الطوب يعني، ولكن بدون إهدار شديد للطاقة بهذا المنظر اللي هو عملية الحرق يعني، بيتم مرة تانية باستخدام التفاعلات الكيماوية أو باستخدام التفاعلات مع العوامل الجوية المختلفة ولكن تحت تأثير ضغط معين.
في جميع الأحوال ده كان التطور السريع جدا الهيستوريكال باك جراوند، والتطور السريع جدا لعملية تطور الطوبة لحد ما وصلت للطوبة الحالية اللي احنا نعرفها. So that the clay will stick. And what we're gonna do is like this. I throw it to you, you throw it to them, and it's on the wall. Teamwork. This is the most efficient way to move mud. Okay, important now is that you always make it wide enough. How to do that. Let me just try and get in here. Can you tell us what you're doing now? I sneak the earth to get out of the grass. To build a What are you doing? Okay, I'm flashing the wall. As you can see, this is the upper section of the building, so it has to be light. So that's why we put up the bamboo, because the bamboo is too light, so that the wall does not get broke. And now we have to plaster it. Are the one who want me to be on the camera? If not, no, you love it. I love it? No, I don't love it. So I can see you're smiling, you're feeling proud. Ah, Mr. Engineer, you like being on camera, huh? No, I don't like. You love it? One question and I'm lush because you like having my interviews.
لما نيجي نتكلم على سير التطور اللي حصل في عملية أو في صناعة البناء بالحوائط الحاملة، الحقيقة
نقطتين أساسيتين عندما اكتشف أو عندما حصل حدث تسبب في حدوث طفرة في صناعة البناء بالحوائط الحامل. الشيء الأولاني هو الاكتشاف اللي لسه متكلمين عليه، وهو تأثير حرق الطوب على قدرة الطوبة على تحمل الأحمال. زي ما اتفقنا ده قلل كتير من تخانة الحوائط اللي أنا بحتاجها، وفي نفس الوقت اداني فرصة أكبر إن أنا أبتدي أعمل المباني ذات ارتفاع أكبر شوية. كلمة أكبر شوية دي مقارنة بالمباني اللي كنت بستخدم الرو بريك فيها أو الطوب اللبن فيها. والحاجة التانية برضو اللي ساعدت على عملية تطور هذه الصناعة وانتشارها في وقت من الأوقات، هو التوحيد القياسي لأبعاد البلوكات أو لأبعاد الطوبة. تم توحيد وضع أبعاد قياسية وتوحيدها على مستوى العالم، والمقصود هنا بكلمة توحيد قياسي مش مقصود ان كل بيحط بعد واحد فقط او بيستخدم بعد واحد فقط، ولكن المقصود ان هو في مجموعة من الأبعاد المتفق عليها لا يخرج براها أبعاد الطوبة. طيب لما نيجي نتكلم على أبعاد الطوبة، تم الاتفاق على ان لما اقول ستاندرد بريك، فالستاندرد بريك دي معناها ان الطول ده بتاعها مقداره 25 سنتي، والعرض ده بتاعها مقداره 12 سنتي، والارتفاع ده بتاعها مقداره 6 سنتي. هل دي الأبعاد الوحيدة على مستوى العالم؟ لا، ولكن لما أقول ستاندرد بريك أو طوبة قياسية، فده معناه على طول إن الطوبة دي 25 سنتي في 12 سنتي في 6 سنتي، لكن هناك أبعاد أخرى في 20 سنتي في 12 سنتي في 10 سنتي في طبعا كل دي أبعاد الطوب. لما بستخدم في حاجة اسمها أبعاد البلوكات ده بيبقى تقريبا مسافته ضعف الطوبة، فبنلاقي 40 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي أو أبعاد مختلفة أكبر من كده. فالبريك غير البلوك، البريك أبعاده within the range اللي بنتكلم عليه ده، within the range of standard break اللي هي 25 في 12 في 6. البلوك أبعاده within the range اللي هو 40 في 20 في 20 وهكذا، تمام؟ لكن إحنا كلامنا كله أثناء الكورس هنبقى بنتكلم على البريك، لكن نبقى عارفين إن في حاجة اسمها بلوك، أوكي؟ اللي هو أبعاده أكبر من البريك. دلوقتي هنبتدي نتكلم على تأثير البناء بالحوائط الحاملة على ما يعرف باسم العمارة المستدامة أو Sustainable Architecture. الحقيقة إن صناعة البناء باستخدام الحوائط الحاملة هي من العوامل أو الركائز الأساسية فيما يعرف باسم العمارة المستدامة أو العمارة صديقة البيئة. ده بسبب إيه؟ بسبب أن المواد المستخدمة في الأنظمة الإنشائية الأخرى في معظمها هي مواد شديدة الاستهلاك للطاقة أثناء عملية تصنيع المادة نفسها، زي حديد التسليح، زي الأسمنت، مواد ملوثة للبيئة زي أثناء عملية التصنيع زي الأسمنت، مواد مضرة بالبيئة عند التخلص منها سواء كان مخلفات بناء أو مخلفات هدم. فلو عندك مبنى مثلا مبني من الخرسانة المسلحة وقمت بهدمه، الخرسانة المسلحة المتخلفة عن عملية البناء الحديد بيتم إعادة صهره، لكن الخرسانة اللي عبارة عن كتل وتكسير عند دفنها أو عند إلقائها في أماكن المخلفات الحقيقة أنها لا يتفاعل مع التربة إطلاقاً، وبالتالي تبقى حمل وبردن على التربة، تضر بالتربة. كلمة لا تتفاعل مع التربة المقصود بها إن هي لا تتحول إلى تربة طبيعية، تبقى عنصر غريب على التربة الطبيعية، وبالتالي تضر بالبيئة. فيبقى هي مواد مضرة بالبيئة أثناء عملية تصنيعها كمواد، أثناء عملية التخلص منها كمخلفات بناء أو مخلفات في العموم،
كمان هي احيانا بتتسبب في، وده اخر الابحاث يعني، تتسبب في بعض الانبعاثات التي تؤدي الى بعض الانبعاثات الاشعاعيه، مش اشعاعيه طبعا، مش بك ام نوت توكينج اباوت الاشعاع النووي طبعا والكلام ده، لكن مقصود ان لها تاثير، تاثير من ايميشن، بتطلع بتفرز اشياء تضر بالبيئه. طيب مش هخش طبعا في تفاصيل هذا الكلام، الكلام ده له علومه اللي بتتكلم فيه بالتفصيل. ده مش كده وبس، المواد زي الأسمنت وزي الطوب المحروق والحاجات دي كلها أيضا بتعمل على اختزان حراري عالي أو توصيل حراري عالي، فبتتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة، الخرسانة المسلحة مثلا تتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة بشدة داخل الفراغات الداخلية إذا ما كان السطح من الخرسانة المسلحة معرض للشمس. فليه؟ لأنه هو بيعمل انبعاث حراري عالي جدا جوه الفراغ، فتحتاج لتكييف لفترات طويلة. فمن كل الجوانب، أثناء عملية تصنيعها كماتيريال، أثناء عملية التخلص منها كمخلفات، أثناء الحياة في إطارها كمباني مصنوعة منها، كل ده بيحتاج إلى يا إما بيضر البيئة مباشرة يا إما بيضر البيئة بصورة غير مباشرة، زي ما بنقول كده زي ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إنك أنت تشغل التكييف، يعني بتستهدر بتهدر طاقة عالية وهكذا. فالحقيقة إن باستخدام الأرض أو التربة في البناء اللي هو مادة الإنشاء الأساسية في نظام الإنشاء باستخدام الحوائط الحاملة، الحقيقة إنه بيبقى موفر للطاقة أثناء عملية تصنيع الماتيريال نفسها، بيكون موفر للطاقة أثناء عملية المعايشة نتيجة إنه هو بيعمل عزل حراري عالي جدا، وبالتالي بيبعد عنك برد الصيف وبرد الشتاء وحر الصيف، فبتحتاج تشغل التكييف او الهيتر فترة اقل بكتير من حالة استخدام المباني مثلا من الطوب الاسمنتي او ما شابه ذلك وهكذا. ايضا عندما يجي الوقت اللي هتهد فيه المبنى، فالمبنى الحقيقة مصنع من التربة، والتربة لم يتم إجراء عليها يتسبب في أن تتغير خصائصها، وبالتالي فهي من التربة وإلى التربة تعود، وبالتالي هي تندمج مع التربة الطبيعية بسهولة جدا، المخلفات يعني بطريقة طبيعية جدا ولا تضر البيئة. وبما أنها مادة طبيعية موجودة من قلب الطبيعة، فأثناء وجودها مش هينفع نقول أنها بتعمل emissions أو بتعمل انبعاثات تضر بالبيئة، إذا كان هي أساسا متاخدة من قلب البيئة ولم تجرى عليها عمليات تغير من خصائصها الرئيسية. عشان كده في معظم، أنا مش هقول كل طبعا، في معظم تقنيات البناء صديقة البيئة، وفي ما في حالة المباني اللي تستحمل انه يستخدم فيها الحوائط الحاملة، لان طبعا مش كل المباني ينفع نستخدم فيها الحوائط الحاملة، وده كلام هنعرفه later، بيكون الهدف الرئيسي رقم واحد اللجوء لاستخدام البناء بحوائط الحاملة باستخدام العناصر الطبيعية المحيطة زي التربة، وهو ما يعرف باسم الـ Earth Construction. طيب رابع حاجة هنتكلم عليها ما يعرف باسم أربطة الطوب، وليه بنحتاج نعمل ما يسمى بأربطة الطوب. هبدأ الأول إن أنا أعرض عليكم فيديو سريع، الفيديو ده هيعرفكم بصورة سريعة مفهوم كلمة البريك بوند أو رباط الطوب أو أربطة الطوب، وهيعرض عليكم سريعا بعض أنواع من أربطة الطوب الأكثر استخداما وشيوعا، ثم هنرجع مرة تانية نكمل شرح في أربطة الطوب وسبب الاحتياج إليها. In this video, you will learn about brick bonds. In masonry, a brick bond refers to a specific pattern of arranging bricks to ensure structural stability.
It is determined by the position of each brick in every successive course of the wall. Here are a couple of useful words to learn. A header is a brick laid horizontally, with its smaller surface toward the front of the wall. A course of headers is one in which all of the bricks are laid widthwise. A stretcher is a brick laid horizontally, with its longest surface towards the front of the wall. A course of stretchers is one in which all of the bricks are laid lengthwise. A mortar bed is the layer of mortar on which a course of bricks is laid. A perpend is the vertical layer of mortar at the joint between two bricks. They ensure that bricks in the same course are held together. A queen closer is a brick cut in half lengthwise. The quoin is the corner brick where two walls intersect. An essential rule which every bond follows is to always offset the perpends of neighboring courses. This spreads the load evenly, preventing the risk of structural failure. As a result, most walls are made of alternating courses where the bricks are centered on the perpends of adjoining courses. The most common brick bonds are the stretcher bond, the English bond, and the Flemish bond. In a stretcher bond, every course consists of only bricks laid in a stretcher position. Every other course ends with a half brick bat, or one half of the protruding stretcher from the same course of the next wall. This prevents perpends in successive rows from aligning with each other. The stretcher bond is usually used in walls bearing lighter loads, such as partition walls. The English bond is made by alternating header courses and stretcher courses. A queen closer is placed in second and penultimate positions on header courses. This type of bonding is considered to be the strongest and is used to build load-bearing walls of all thicknesses. The Flemish bond is made of courses of alternating headers and stretchers. Each course starting with a stretcher will end with a stretcher. The courses starting with a header will end with a header as well. These courses also contain a queen closer in second and penultimate positions. Headers are centered on stretchers from the course below. The Flemish bond uses more mortar as it contains a larger number of joints. You now know how to identify the different brick bonds. بعد اللي شفناه في الفيديو عرفنا ان سبب رئيسي من اسباب او السبب الرئيسي للاحتياج لما يعرف باسم البريك بوند او اربطة الطوب هو حماية الحائط من التفكك او الانهيار تحت تأثير الاحمال التي تؤثر عليه. فالحائط الغير مترابط او الـ unbonded wall لما هيتعرض لحمل جاي عليه، الحمل ده هينتقل في صف الاعمده او عمود صف الطوب او عمود الطوب عمود الطوب المتتالي دوم، وبالتالي هذا الجزء من الحائط معرض انه يهبط تحت تاثير الحمل اللي جه اثر عليه. بينما لما يكون الحائط مترابط ف
فالحمل بيتم الطوبة دي توزعه على الطوبتين اللي تحتيه والطوبتين اللي تحتيه على الثلاث طوبات اللي تحتيه وهكذا، فالحمل بيتم توزيعه بصورة أكثر تجانسا من التوزيع في الحالة دي. أيضا نفس الكلام بالنسبة لللاترال فورس أو للقوى الجانبية. القوى الجانبية لو أنا عندي قوة جانبية أفقية بتأثر على الحائط هنا، الحائط الأنبوندد، الحائط الغير مترابط، يحصل له إيه؟ ممكن جدا صف الطوب ده، عمود الطوب ده آسف، عمود الطوب ده يروح منفصل عن باقي الحائط وبالتالي يحصل الانهيار. بينما لما يكون الحائط مترابط بوندد ففي الحالة دي هذا الحمل الأفقي بيتم توزيعه على مساحة أكبر من الطوب أو عدد أكبر من الطوب، وبالتالي الطوب بيشتغل مع بعضه كما لو كان بنيان واحد أو كما لو كان مش عناصر مفككة جنب بعضها. الحاجة الثالثة برضو بنفس المنطق، لما يكون عندي تخانة الحائط هنا، في الحالتين دول كان تخانة الحيطة عبارة عن مسافة الهاف بريك أو طبعا العرض بتاع الطوبة ده اللي هو 12 سنتي بيتقال عليه هاف بريك. الفول بريك أو البريك، مش محتاجين نكتب نقول كلمة فول، هو الطول بتاع الطوبة اللي هو 25 سنتي. قلنا قبل كده أن الطوبة لو جينا نرسمها كده قلنا أن الطوبة بتاعتي بتكون 25 بتكون 25 في 12 في 6 بهذا الشكل. دي الطوبة. البعد الذي يطلق عليه بريك أو فول بريك هو البعد 25. البعد الذي يطلق عليه هاف بريك هو البعد 12. يبقى لما أقول لك هاف بريك مش مقصود بيها 12 سنتي ونص، ما تجيش 25 تقسمها لي على 2، لا، الهاف بريك 12. أما الكوارتر بريك أو الربع طوبة هي 6 سنتي. يبقى كوارتر بريك، هاف بريك، فول بريك أو وان بريك. تمام؟ الحائط هنا في الحالة دي تخنته هاف بريك. ليه؟ لأن السمك بتاعه 12 سنتي. الحائط في الحالة دي هنا كده 25 سنتي اللي هي فول بريك. طيب لما نرجع تاني ونقول في حالة الحائط إذا ما كان فول بريك أو بريك وان بريك، تخنته وان بريك، لو كنت بنيت الحائط زي ما هو مرسوم في الرسمة اللي فوق دي عبارة عن تو وولز كل واحد فيهم تخنته هاف بريك زي ما الرسمة قدامي دلوقتي، لما أجي أحمل الحمل من فوق معرض ان التو ليفز دول بيتقال على الوان وول اللي هي الهاف بريك اللي هنا دي، احنا اتفقنا دي عباره عن تو وولز وكل واحده فيهم تخانتها هاف بريك ملزوقين جنب بعض او مبنيين جنب بعض، فالوان وول فيهم اسمها ليف. تمام؟ تحت تأثير الحمل الرأسي معرضة ان يحصل لها سبليتنج زي ما احنا شايفين كده، ويبقى الحائط يحصل له سبليتنج ووشين الحيطة ينهار زي ما هو باين في الرسم اللي قدامي ده. لكن لما بربط الطوب في بعضه بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا ان في عندي طوب في هذا الاتجاه اللي هو في الوضع ستريتشر زي ما شفنا في الفيديو، وفي طوب اخر في الوضع العكسي العمودي عليه اللي هو الوضع هيدر، فالحقيقة ان ما بيحصلش ابدا هذا النوع من الانهيار. طيب نبتدي نتكلم برضو على أكتر أنواع الطوب المختلفة، أكتر أربطة الطوب المختلفة أكتر. طبعا ده هيبقى سيلف ستادي، مطلوب منكم أن أنتوا تطلعوا على هذا المرجع. المرجع ده موجود available online اللي هو المرجع بتاع تشين European Building Construction Illustrated. ده الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير بتاعه الدي او اي بتاعه اللي هو كانه الادرس بتاعه، مجرد انك انت تكتب اللينك ده.
في الادرس بار هتلاقي الكتاب تقدر تداونلوده على طول لان هو كوبي رايت سوري مش كوبي رايت اسف ان هو فري كوبي رايت تقدر تداونلوده من الموقع وطبعا انتوا عارفين ده الكيو ار بتاع هذا ممكن بالموبايل على طول تاخد الصورة دي وتخش على التايب. هناخد انهي جزء دايما عشان بس برضو نبقى عارفين بقى عشان مش هقولها مرة تانية كويس. طريقة كتابة الصفحات عنده ترقيم الصفحات اسف مثلا 5.29 ده معناها الصفحة رقم 29 في الفصل الخامس. فاحنا هناخد الصفحتين من المرجع ده هنقرا الصفحتين اللي تحت مسمى الماسونري بوندنج هناخد 5.29 لحد 5.30 لازم نقراهم كويس. وخلي بالكم كل حاجه سيلف ستادي انت مطالب بيها تماما وهتيجي بعد كده تسالني تشاور لو عايز في اي حاجه وقفت قدامك سواء التي ايز في التوتوريال او معايا انا هنبتدي هيبقى دايما في عندكم زي ما اتفقنا سيشن خاصه بالاجابه على اسئلتكم كامله. برضو الكتاب الثاني اللي هنلجأ له في الجزء الخاص بالبريك بونز هو الكتاب بتاع شادلي اللي هو Building Construction Handbook. برضو هتلاقوا ده اللينك بتاعه او الادرس بتاعه نفس الكلام. هناخد تحت تايتل البريك بوندنج هناخد من اول بيج 383 لحد بيج 388. النقطة رقم 5 اللي هنتكلم عليها هي بعض المصطلحات والترمينولوجيز الخاصة بالطوبة. هنعرف أكتر ما هي مسمى الطوبة سواء كان بسبب الوضع بتاعها أو كان بسبب طريقة كسرها. برضو هنلجأ إلى المرجع اللي هو بتاع Building Construction Handbook اللي هو بتاع شادلي. هنراجع في او هنطلع في البريك بوندنج على من اول بيج 392 لحد بيج 397. انا هكتفي معاكم ان انا اشرح لكم حاجة واحدة بس كويس من هذا الكلام والباقي زي ما اتفقنا هتبقى عليكم ان انتوا تطلعوا عليه كاملا على المراجع اللي انا ذكرتها سابقا. احد طرق تسمية الطوب هو تسمية الطوب بناء على طريقة رص الطوبة في الحائط. فهنلاقي للطوبة لها 6 اوضاع مختلفة عندما يتم رصها في الحائط. ايه هي الست اوضاع دول؟ اول وضع الطوبة بهذا الوضع انت شايف البعد 12 والبعد 25 اما البعد 6 فده غاطس جوه الحائط نفسه. ده الوضع سيلر او بنقول طوبة على رأسها. خلي بالكم لازم دايما تبقى عارف لغة الموقع اللي هي طوبة على رأسها ولغة الكتاب او المرجع اللي هي سيلر. التيرمز اللي موجوده في المرجع اللي انا قلته لكم هي تيرمز مكتوبه بالساينتفك تيرمز بتاعتها او المسميات العلميه بتاعتها. عليك انك تبحث وتدور وتسال هو الحاجات دي ما يناظرها بالاسم العربي اللي هو عفوا مش الاسم العربي لان العمليه مش عمليه ترجمه مش دايما عمليه ترجمه حرفيه ما يناظرها اسم بلغه الموقع هي ايه. ده دورك اللي لازم تبتدي تشتغل عليه تمام. في الوضع رقم 2 اللي هو الطوبة ظاهر فيها 6 سنتي وال 12 سنتي اما البعد 25 فده غاطس في قلب الحائط اسمها رولك او طوبة على سيفها وساعات بنقول عليها طوبة سكينة بدل طوبة على سيفها. رقم 3 الوضع اللي انت شايف ال 25 سنتي وشايف ال 12 سنتي اما البعد 6 سنتي فغاطس
ما نلخبطش ما بينها وما بين واحد. برضو هنا شايف ال 25 وال 12 بس الرأسي هو ال 25 ده في واحد، لكن في ثلاثة الرأسي هو ال 12 والأفقي هو ال 25، بنقول عليها طوبة شاينر أو لميع. الوضع رقم أربعة إن أنا شايف ال 25 أفقيا ورأسيا ال 6 سنتي وال 12 سنتي هي اللي غطسة لجوه، ده الوضع ستريتشر أو طوبة شناوي، بنقول عليها بلغة الموقع طوبة شناوي. الوضع رقم خمسة طوبة أدية أو هيدر، أنا شايف البعد في واجهة الحائط، شايف البعد ال 12 وأفقي والبعد الرأسي هو 6 سنتي وغاطس لجوه البعد ال 25، دي طوبة أدية أو هيدر. الوضع السادس اللي هي الطوبة العساكر أو سولجر، تمام، بيبقى ال 6 سنتي أفقيا وال 25 سنتي رأسيا وغطس لجوه مسافة ال 12 سنتي، بنقول عليها طوبة سولجر أو عساكر. مهم جدا إنك تبقى عارف كل هذه المصطلحات، لأن زي ما اتفقنا سابقا أنت هتيجي في الموقع تقول للبنا أنت هترسلي الطوب حوالين الشباك هترسهولي في الوضع عساكر، مش هتقوله سولجر، سولجر هو مش هيفهم الكلام ده، أو هتقوله هترسه أدية وهكذا. اخر حاجة هنتكلم عليها ازاي تحسب رفلي الابعاد بتاعة الحائط المصنوع من الحوائط الحاملة من الطوب. اول حاجة هنحسب ابعاد الحائط ازاي، تاني حاجة هنحسب ابعاد قعدة الحائط ازاي. الحقيقة إن كل الحسابات اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي حسابات تقريبية، ودي common practice بالنسبة للمعماري، إن يبقى عنده معادلات تقريبية، عنده formulas تقريبية تديله تصور تقريباً العنصر الإنشائي هيكون أبعاده قد إيه. العنصر الإنشائي الأساس اللي بيحسب حساباته هو المهندس الإنشائي، ولكن لتلافي إن أنا أبقى متخيل إن الحيطة مثلاً تخنتها 10 سنتي وبعد كده يجي لي المهندس الإنشائي يقول لي إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده، الحيطة دي مش هيقل سمكها عن 50 سنتي وده ممكن يبوظ لي بالكامل كل التصميم بتاعي. فدايما، وده في كل العناصر الإنشائية، دايما هناك حسبة تقريبية تخليني قريب من الأبعاد الحقيقية اللي هيحددها المهندس الإنشائي. فمثلا لو كنت بحسب حسبة عمود خرسانة مسلحة، فالعمود ده وحسبته التقريبية ممكن تديني ان العمود هيبقى 25 في 30، يجي المهندس الانشائي يقول لي لا انا عايزه 25 في 35 او عايزه 30 في 30، لكن مش هيجي يقول لي انا عايزه 25 في متر مثلا، كويس، او 25 في 50. لا، هو دايما الحسبة التقريبية بتخليك قريب قوي بنسب فروقات بسيطة عن اللي هيحسبه المهندس الإنشائي في الحقيقة بعد كده. يبقى قاعدة أساسية لازم تبقى عارفها، أي حسابات لعناصر إنشائية الأصل والأساس فيها هي المهندس الإنشائي. طيب عندنا بعض القواعد التقريبية، هل القواعد التقريبية دي دايما بتبقى valid؟ لا، زي ما هنشوف لما نتكلم على الأساسات دلوقتي هنلاقي ان في قاعدة تقريبية لبعض الحالات، وبعض الحالات الأخرى هتلاقي نفس الجدول اللي انا بستخدمه بيقول لي لو الحالة دي اللي عندك مش هتعرف تعمل اي حاجة، روح للمهندس الإنشائي هو اللي هيقدر يحسب لك الحسبة بتاعتك. طيب اول حاجة هي الوول سايزنج او ابعاد الحائط. ابعاد الحائط هتبقى ليه سمك الحائط، اسف، سمك الحائط هتبقى قد ايه. القاعدة التقريبية بتاعتي اقدر اخدها من الرسم البياني اللي موجود قدامي ده. الرسم البياني ده عبارة عن ايه؟ عدد الادوار على المحور الرأسي وتخانة الحائط على المحور الافقي. انت عندك المبنى بتاعك اخر دور فيه ايه؟ الدور الثالث. يا عم انا اخر دور فيه هو الدور الثالث، اخر دور هو الدور الثالث، اذا
وجودا لحاجه اسمها جراوند فلور. يعني احنا مش عندنا عندنا جراوند فلور، فيرست فلور، سكند فلور، ثيرد فلور، يعني هم اربع طوابق. الطابق الارضي اسمه جراوند فلور، ثم فيرست فلور، سكند فلور، ثيرد فلور. دايما مسميات المبنى ان اول دور خالص بيسمى الجراوند فلور، ما ببداش ترقيم واحد من عنده، ببدا ترقيم واحد اللي هو فيرست فلور، سكند فلور، ثيرد فلور، من اول دور فوق الجراوند فلور. طيب يبقى جراوند فلور بتاعي فيرست فلور، سكند فلور، ثيرد فلور. فالثيرد فلور بدل المبنى بينتهي عند الثيرد فلور، ادي المبنى بينتهي عند الثيرد فلور. الثيرد فلور والسكند فلور الاثنين عباره عن حائط تخانته، ادي تخانته اهي عباره عن يونت الثانيه، اليونت الواحده نص طوبه، يبقى دي 1 بريك. تمام، يبقى التخانه بتاعه الحوائط الناقله للاحمال في السكند فلور والثيرد فلور تخانتها 1 بريك. تخانه الحوائط في الجراوند فلور والفيرست فلور عباره عن 1.5 بريك، طوبه ونص، وبينزل نفس التخانه دي بتنزل بقى لحد ما اصل بيها للاساسات تحت خالص. تمام، طيب لو انا عندي المبنى عباره عن جاست تو ستوريز، دورين اللي هم جراوند اند فيرست فلور، يبقى المبنى بتاعي هيبقى تخانه الحوائط فيه 25 سنتي. ادي تخانه الحوائط 25 سم. الحقيقه ان القاعده بتقول التالي، بتقول لي ابدا من فوق، من اعلى ارتفاع خالص للمبنى، اعلى ارتفاع. فلنفترض مثلا انا هاجي ارسم كده على جنب خلاص، فلنفترض ان انا عندي مبنى عباره عن، برسم بريمتيف سكشن كده كويس او كروكي كده، ادي جراوند فلور فيرست سكند، وده السطح ده ماليش دعوه بيه. يقول لي ايه اعلى طابق خالص؟ ده اعلى طابق تخنته 25 سنتي، 1 بريك، يعني تخنته 1 بريك، يبقى ده 1 بريك. وكل ما بتنزل لتحت دور دور لا يزيد نص طوبه، يعني ايه؟ يعني ده اخر دور 1 بريك، يبقى الدور اللي تحتيه 1 بريك كده، عديت دورين، الدور اللي تحتيه 1.5 بريك، هنا 1.5 بريك، يبقى هنا كان 1 بريك، هنا كان 1 بريك، اللي تحتيه كان 1.5 بريك. خلاص، وخلاص كده خلص. فتعالى مثلا في عندي اربع ادوار، تعالى نطبق الكلام اللي انا قلته فيربال كده على الرسم البياني اللي قدام. انا عندي مبنى عباره عن 5 ستوريز كويس، جراوند اند 4 فلورز، جراوند فيرست سكند ثيرد فور، اعلى طابق خالص 25 سنتي. عدي الطابق اللي بعديه 25 سنتي برضه، ثم تخن الحيطه نص طوبه، 5 يبقى 38 اللي هي طوبه ونص. ليه قلت طوبه ونص ب 38 ما قلتش طوبه ونص عباره عن ادي الطوبه، ادي الطوبه اهي، انا برسم بلان دلوقتي للطوبه 25 سنتي، دي 25 سنتي، برسم بلان للطوبه 25 سنتي، وبعد كده هحط نص طوبه. طبعا انت لما هتقرا في الكتاب على أربطة الطوب هتعرف إيه الكلام اللي إحنا بنرسمه قدامنا دلوقتي، هتبقى فاهمه كويس قوي. فلازم تبقى مطالع وقاري، مطلع آسف وقاري الريدنج ماتيريال اللي إحنا قلناها عشان تكمل. خلاص، فدي ال 12 سنتي، يبقى دي 25 سنتيمتر أهي، ودي التخانة اللي هي ال 12 سنتيمتر. هتقولي طب ما ده 37، أنت قلت ليه 38؟ عشان في عندي هنا مونة أسمنتية بتلزق الطوب في بعضه مقدارها 1 سنتيمتر. فال 1.5 بريك السمك ده يساوي 38 اللي هي 25 زائد 12 زائد 1 سنتيمتر. يبقى تاني نرجع للكيس بتاعة المبنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. المبنى دوت ادي ارتفاعه الدور الاخير 25 سنتي، الدور اللي تحتيه 25 سنتي، نزلت يبقى هتخن نص طوبه، يبقى 38 سنتي هنا، واللي تحتيه برضو بيفضل بنفس السمك 38 سنتي، ثم نزلت فهزيد نص طوبة تاني اللي هي بقت طوبتين اللي هي 51 سنتي. ليه 25 سنتي فصل المونة لحام مقداره
واحد سنتيمتر وبعدين 25 سنتي تانيين، يبقى 25 وزائد 25 زائد 1 سنتيمتر بقت 51 سنتيمتر. تخانه الحائط الاثنين طوبه 51 سنتيمتر. طب نفس القاعده هنطبقها على المبنى اللي بعديه على طول، اربع ادوار فقط، اربع طوابق فقط، فور ستوريز، ground floor and three floors, first floor, second floor, third floor, floor, three typical floors. اعلى حاجه خالص تخانتها 25 سنتي، اللي تحتيه على طول زي ما هو 25 سنتي، اللي تحتيه زاد نص طوبه يبقى 38 سنتي، واللي تحتيه على طول بنفس السمك 38 سنتي، ويبقى التخانه بنفس القيمه الى ان نصل في النهايه الى الاساسات. طيب ازاي تقريبا اقدر احسب حسابات الاساسات؟ عشان نحسب حسابات الاساسات بنحتاج هذا الجدول. الجدول ده بيبقى بيقول لي كل نوع تربه هنا في الكولم اللي هنا دون، انا هخلي بس لون الهايلايتنج اخضر عشان يبان. الكلم اللي هنا دون بيقول لي نوع التربه اللي انت هتحط الحيطه عليها، تمام. وبعدين ده الرو ده بيقول لي مقدار الحمل اللي منقول في الحائط. طب هتقول لي طب انا عرفت مقدار الحمل اللي منقول من الحائط ازاي؟ دي بالخبره بتبقى عارفها، وطبعا كل ده تقريبي. الكلمه الاخيره للمهندس الانشائي، هتلاقي المهندس الانشائي بيقول لك الحيطه دي بتنقل حمل مقداره مثلا 20 كيلو جرام على المتر الطولي. هنا ما بنتكلمش متر مسطح، بدل حوائط حامله فالحيطه طول ما هي ماشيه بطولها هي عماله تنقل احمال، فهيقول لك مثلا هي بتنقل 20 كيلو جرام على المتر الطولي، او 20 كيلو نيوتن على المتر الطولي. خلاص بغض النظر الوحده ايه، مش قضيتنا دلوقتي عمليه الوحده كيلو جرام ولا كيلو نيوتن، بغض النظر هي ماشيه ازاي. هنا في الجدول اللي قدامي ده هي بالكيلو نيوتن، ناخد بالنا في الجدول ده هي بالكيلو نيوتن. خلاص طيب، فلنفترض مثلا، تعالوا نفهم الجدول عن طريق عن طريق التطبيق المباشر. فلنفترض مثلا ان انا الحائط عندي معلومة بتقول لي ان هو بينقل 45 كيلو نيوتن على المتر الطولي. ابص في الجدول الاقي عندي في 40 كيلو نيوتن وعندي 50 كيلو نيوتن. طب انا عندي 45 في النص، لا يبقى حطيني اشتغل على الكلم اللي مرتبط بال 50 الاكبر، لان لما هصمم على الاكبر الحمل الاكبر يبقى الحمل الاصغر اكيد سيف، اكيد المبنى مش هيحصل له مشكله مع الحمل الاصغر. خلاص يبقى هعتبر بما ان هي كانت المعطى ان هي 45 كيلو نيوتن على المتر الطولي، انا هشتغل على ال 50 كيلو نيوتن على المتر الطولي، يبقى هو ده الكلم اللي هيهمني. طيب عايز اعرف المفروض انا انهي نوع تربه، انهي نوع تربه؟ هو مديك هنا كده في الجدول ده بعض الاختبارات المبدئيه اللي من خلالها تقدر تعرف نوع التربه، الاختبارات المبدئيه جوه الموقع على طول. يعني يقول لك ايه، هنتعالوا كده نقرا التعريف اللي مكتوب عند كل حاله. هنا بيقول لك لو جيت التربه اللي انت بتشتغل عليها لقيت انك مش قادر تعمل فيها حفر الا باستخدام النيوماتيك دريل، اللي هو النيوماتيك دريل ده اللي هو الحفار الاوتوماتيكي اللي هو بيشتغل بضغط الهواء. خلاص في الحاله ده الفيل تيست اهو اللي هو ريكواير ات ليست ان نيوماتيك اور اذر ميكانيكال اوبريتنج بيك فور اكسيفيجيشن، اللي هو محتاج الات للحفر، غير كده اي حاجه يدويه مش فاشله تماما في الحفر، يبقى انت بتتعامل مع تربه صخريه. طيب لو بتتعامل مع لو جيت تجرب انك انت تحفر فيها لقيت انك مش محتاج تحفر من خلال الماكينات، ولكنك بتقدر او سوري محتاج البيك فور اكسيفيجيشن. البيك ده اللي هو بنقول عليه باللغه العربيه الفصحى المعول، هحط لكم صورته
او هي صورته هتظهر في الفيديو قدامكم كمان شويه. وتقدر تحط اسفين خشب، تدق اسفين خشب مقدار ماكسيمم 15 سم التربه دي، بعض الاختبارات اللي منها تعرف طبيعه التربه، يبقى التربه دي جرافل او ساند وهكذا. بيقعد يشرح لك ايه الاختبارات لحد ما بيوصل انك انت بالصباع، بس مجرد انك انت تضغط بصباعك على التربه فتلاقي انك انت صباعك بيخترق التربه لمسافه تصل الى 25 ملي، يعني 2 سنتي ونص. فاحنا بنتكلم في الحاله دي على نوع تربه اللي هو الفيري سوفت، قد يكون سلت او كلاي اند سوام. طيب عرفت نوع التربه بتاعتي، فعرفت ان نوع التربه بتاعتي كلاي، يبقى ده معناه على طول ان انا بتعامل مع هذا الرو الصف دون. يبقى انا عرفت العمود وعرفت الصف، تمام، فعرفت العمود وعرفت الصف، فمن هنا قدرت اعرف عرض الاساس. اصبح عرض الاساس بتاعي 600 ملي، لان هو الابعاد اللي هنا هو قايل انها بالملي متر، كويس 600 ملي. يبقى عرض الاساس بتاعي ده العرض بتاعه 600 ملي او 60 سنتيمتر. هتقول لي طيب انا عرفت عرض الاساس فقط، ارتفاع الاساس اللي هو التي او السمك، عفوا السمك بتاع الاساس الثيكنس التي دي مقدارها هيكون ايه. في الحاله دي ببتدي اشوف تخانه الحائط اللي انا حسبتها المره اللي فاتت، تخانه الحائط. فلنفترض مثلا ان انا في السلايد اللي فات حسبت تخانه الحائط، لقيت تخانه الحائط بتاعي 38 سنتيمتر، يبقى الدبليو بتاعتي دي اللي هي الثيكنس بتاع الحائط 38 سنتيمتر. طب والثيكنس بتاع الويدث بتاع القعده الاكس قلنا من الجدول طلعت 60 سنتيمتر، يبقى اصبح الاساس اتخن من الحائط بمسافة، هنطرح ال 60 سنتي ناقص ال 38 سنتي يديك 22 سنتيمتر، 22 سنتيمتر. نص ال 22 سنتيمتر موجود ناحية اليمين، ونصهم موجود ناحية الشمال، صح؟ يعني 60 سنتي طرحنا منها 38 سنتي، اتفضل لي 22، يبقى في 11 سنتي هيبقى ناحية اليمين و11 سنتي ناحية الشمال. إذن البي اللي هي البروجكشن مقدارها 11 سنتيمتر. تخانة الأساس، سمك الأساس، الفاونديشن ثيكنس، تمام، مقداره يساوي البي البروجكشن بحد أدنى 15 سنتي. طب الحالة اللي احنا حسبناها البي كانت بتساوي كام؟ الحالة اللي احنا حسبناها البي كانت تساوي 11 سنتيمتر، يبقى في الحالة دي التي هتبقى 15 سنتي، لأن احنا اتفقنا ان التي تساوي البي ولكن لا تقل، يعني بحد أدنى 15 سنتيمتر. يبقى البي 11 لكن التي 15. طب افرض لما حسبت لقيت ان البي تساوي على سبيل المثال 25 سنتيمتر، البي البروجكشن يساوي 25 سنتيمتر، يبقى التي هتساوي 25 سنتيمتر. يبقى كده انت قدرت تحسب الابعاد بتاعه القاعده، قدرت تحسب الاكس اللي هي جبتها من الجدول مباشره هنا، قدرت تحسب البي من خلال العلاقه ما بين من خلال معرفتك لل W اللي هي الثيكنس بتاع الحائط من السلايد اللي قبل دي على طول، وبالتالي قدرت تحسب البي. لما عرفت تحسب البي قدرت تحسب التي بانها تساوي البي بحد ادنى 15 سنتيمتر. وطبعا العمق بقى اللي عمودي على الشاشه ده ماشي مع الحيطه، الحيطه طول ما هي ماشيه، تمام، لان الحيطه ماشيه بتحدد الفراغ بالكامل، طول ما هي ماشيه طول ما الاساس ماشي مع الحائط.
بالطريقة دي تبقى قدرت تحسب الأبعاد الكاملة بتاعت الأثاث اللي هو هيبقى موجود تحت الحائط. شكرا يا شباب، وإن شاء الله أشوفكم المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.